الاعتكاف في العشر الاواخر. عشر الاواخر ما وش الاعتكاف من عمره. نعم يحرم على الصائم. يحرم على الصائم فعل كل محرم وقول كل محرم. السب الشتم السرقة. نعم. إذا يقول روزة دار ما في حرام بري يقول دست يوصل الجاني قالوا بس إذا يقول سيد الجمرة قالوا يوصل روزة دار ما أنشري قالوا مدين. نعم. يستحب يجوز للصائم بلع الريق. نعم. روزة دار ما أنشري قالوا جاي سكتوا لعنو ثروب تي. يجوز له. لأن بعض الناس يظن إنه هذا من المفطرات. يجوز له ذوق الطعام إذا كان لحاجة. يجوز له أن يتبرد يشغل المكيف المروحة. يغتسل يجوز له أن يغتسل. والله اعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. الله تعالى صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.